لا راح يرجع. لا ارجع لا حد غرب ارجع. يلا والله بتشينا هاي البالر مني. شوف شوف لك بس ينطقني. ابو صرعون يا ولد مثل ما شفتوا البارحة محسن قال لنا اليوم تجون وجينا اليوم اثنين بس انا مختدئ والمصور ونعناع. اجينا لان محسن قال لا تجون هواي واليوم نجي حتى شنو محسن يطينا الابرة. يطيها شو تقول يطيها؟ ما ادري بس ان شاء الله يطيها لان العلاج كله بيها. لان هو البارحة رحنا له قال تعالوا باكر وطيكم الجرعة. انا وجعفر بنفسنا جبناها. ايه الابرة يعني هي كلش كبيرة وبيها العلاج وبيها كل شيء. هو بس لا يختلف عليها محسن وما يعطيني. احنا نحاول وياه. هو قال لنا اليوم هيك وقت. احنا اجينا من الساعة من الظهر وهسه بيه الساعة هسه يمكن 3:30 بالاربعة ونص هسه جايين من الظهر احنا بالشمس. فهسه شو نسوي؟ نروح المحسن ونحاكي رضا رضا ما رضا نجيب جماعتنا ونجي. يلا مشي لو نتعارك وياه ناخذ اي اكيد ماكو بعد غير بس هو قال تعال وطي كم وياه. هو قال لنا تعال وهيك وقت قال وطي كم بس علو. اي قال يعطينا علو. دير بالك لان البارحة محسن هددنا والابره كل ساعة يذب الدواء من عندها حتى ليش حتى الروح ومن يقول يذب الدواء كله ولا ما رايحين ذابه. فهسه نروح نحاول يعني ان شاء الله يطلع لنا على الداوي قول ان شاء الله نلقاهم اسكم غيرين مكانهم ان شاء الله. بس شنو هسه لازم تلقاهم غيرين مكانهم لان هم كل يوم يختفون بمكان. اذا هي شو الوضع محسن كله براس محسن يجي يوديهم غادي يرجعهم غادي هو يتحكم بيه. هو يتحكم بيه بس نروح ندور عليهم شنو ندور شاشني وينك بس شوف هاي شوف بس هاي قصب وهاي لازم نصيره يمكن نلقاهم نايمين بالقصب. نروح ندورهم ندور شاش شو يا اخي احنا غاد ماك اجينا منا ماك جابر شنو؟ جابر تعال شوف قاعد يتغدون. جابر نحن علاوة شنو نروح؟ يلا روح وشنو نروح؟ بس ليش ما يحاولون جابر؟ هاش مالي حق لك تعال ليش ما يحاولون جابر؟ صار وياهم حسين هو ما يحول يعني لا يحول وياهم ضد ايه يا مالكم يا ولد جابر قوم نحاكيك اريد ارجع اللوي ما يرجع كيفك؟ يلا روح والله انت راسل بلا جابر يلا روح يلا محسين انت ايش قلت لنا محسين ما تحكي جابر راسل طالع هو جابر سوس البلي كنا من ورا محسن وجابر متفقين محسن تشكيت انه وقت انه بس تعال وطك معلوي محسن تعالوا بكر وطك معلوي شنو يا علوي ما تحكي فاول جابر حتى شو حتى ما تطيها المحسن محسن وين سولف وياك؟ تعاركون بيناتهم محسن كم ممكن تعارك جابر ما هو جابر مين وما خلوا واحد يتعارك؟ انت قلت لنا غير تعال اليوم صار صاحي وكم ارجع اذي انت ايش قلت لي؟ مو قلت لنا تعال باكر شرطك يا علاوي؟ ما ادري مو قلت لك ما رجعهم كذب علينا؟ الله محسن ما عنده كلمة محسن ما عنده كلمة هو ما عارف ابو جابر محسن مو قلت لك
مو قلت لك يكذب علينا ما رجع؟ عرفناه من البدايه. انت شفت البحر شلون يذب بيهم؟ يذب حبيب جاعوا يضحك. حسين حسين تعال نحكي وياك. حسين يسولف عليك حسين. تعالوا باكر وطقم على الدوره. وين اللي اتفقنا عليها؟ وين ابره؟ راح اوريكم بس على الدوله. ما يخالف تاخذ وتركز. ناخذه ونروح بس حرر النيه. هو شنو؟ لا ناخذه ونروح. مالك شغل جابر. جابر مالك شغل. احنا نروح محسن. انت مالك شغل. محسن بكيف هذا منين طلع عني؟ انت صحيح متعاون وياه. انت اختلاف وتعاون وياه. بس ما يحصل هنا. وين الجرعة؟ بس خلي يفيدك محسن. هاي الجرعة. شو هاي الجرعة؟ هاي الجرعة. كلكوني. يا الله. يا راح يرجع. لا ارجع لا حد يتغرب ارجع. يلا. الله بزيه. يا سيد ما يدري ايش ما يبغى نطش. تعال سولف لنا. تعال صار وياك. وما يدري ايش بيه. شنو صار بيه؟ ما ادري ايش بيه. ما يدري ايش بيه. انت تدري صايب روحك؟ لا كل شيء ما يدري. ليه بروحك تحول الزومبي انت؟ شوف وجهك صار بيه. شنو هذول جماعتنا تحولوا وياك رادوا يحررونك وصار بيهم هيك. والله هذا جعفر صاير بيه. شوف صار بيه. هذا هو هذا اللي وياه. هو هذا تحولك. هو هذا. والله ترى باعوا جابر بيجني. بيجني. جابر ما يدري بروحه بيجني. جابر؟ اي جابر جابر بيجني. جابر مختلف ويانا. وي محسن مختلف علي يعني؟ لا انا هسه توني صحيت ما ادري شنو السالفه. ايه جعفر صاير زومبي. ايه وانت شنو زومبي؟ وعبد. ايه انت ما تدري. زين يا طلعني. احنا طلعناه محسن. جبناه جرعه. مو احنا محسن بزاهناه. احنا توسلنا بمحسن حتى يحرره. قال اعطيكم علاو تاخذونه وتروحون. وليش ما طلع جعفر؟ ما يرضى يقول هو قال بس أوي. انت بس انت يحررك حتى شنو ناخذك ونروح بعد ما نجي تو جعفر نعوف والله لا ما يعني هسه جعفر وهذا الزومبي هذا زومبي بس اقول لك عبد ما هو وين مودي ما ادري كاتلي من الذبحه يعني عبد هم صار بي زومبي عبد وجعفر انا ما ادري هسه انت نايم وانتم قعدتوني هسه شوف انت صار بي ركبت برانه وتريد تعضني يلا مشون الحين جبنا الجرعه البارحه واخذوها من عندنا محسن وطالع باقي شوية من الجرعة لا حد يتقرب لهم لأن إذا تتقربون يا عضي شو شو بيك هاي الجرعة هاي الجرعة رجعك قاعد يسوي شو جعفر هاي بقى شوية بقى إذا ذبحها مليون شوية من الجرعة يعني رجعنا بهاي الأبرة إيه هاي بزتك هي هاي أنا وجعفر جبناها وجعفر تحول إذا ذبحها بعد جعفر ما يرجع لازم نطلع جعفر دير باركم جابر بيجن ترى فجابر ليش ما يتحول ما ادري ولك محسن هاي شو مسوي بيهم تعال رجع لنا جابر تعال جابر تدري ليش ما يتحول زومبي لان بي جني بي جني انا اقول مسوي فيونا هيك يعني اثنيناتهم متحال جابر وجابر جني وزومبي ما يعض الجني يعض بس الانسان العادي قربوا بس على محسن وجابر زومب لا تقرب له لان اذا عضك هسه العدوى راحت من عندك ايه هلا دير بالك هلا هلا ولا عضك هلا ولا عضك ما نخليه يعضني انشتفت خليه اخاف يحولك من جديد ما
لا ما علي ما علي دولي حركة شديدة شو هذا صاحبك ليش دفنوه حلوي ها مو الجرعه مو بزك بيه ايه مرت تغميصك هات يا ابشر جابر كتلوه كتلوه جابر بقوة مو طبيعية مبين ملبوس لازم نرجع الولد لازم نرجع واحد منهم تعال شو راح يسوون راح يدفني راح يدفن الطعام بيده خليهم يتعاركون بس انت واحد يقتل الثاني طق جعفر طقاه 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 انت عور كلش يلا نشوف الله
حذر قوم 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 شوي على هور بعي قوم قوم وخعنا على وخعنا قوم شوي صاير جعفر خليه يرتاح خليه ما بيك شيء يا اخوي غير شنو تزوم برجع رجعك محسن انت تتذكر مردنا نحرر علاوي وعضاك ما يتذكر لما نجرع بيدك ما اتذكر يلا قوم اخر شيء ذكره لما ردنا نحرر علاوي يلا قوم قوم يلا قوم 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 ما بيك شيء هسه يلا تعال قاعد هنا قول ما بيك شيء بس داير ارجع لا لا هذا الزومبو يعد له واحد اهم ثاني شنو ما يدري بس يلا بدك تروح ايه بزاك نرجع لك بسيطه هسه راجعين لك جعفر جعفر انت تدري ايش صار شوف جعفر هذا الزومبو عضانه صار وانقلبنا ها ذكر اخي شيء اتذكر اخر شيء جبتك الابره ايه رديت ابزك وعضتني انت بصدر بس هي هاي الابره نفسها طيبتكم واثنينكم الحمد لله بقى بس عبد ما ندري وين مفتوح هاي الابره طيبتنا كنا زومبي تدري ولا هسه شوف روحك شوف عبد الحميد وين يقول انا ما شفته عبد الحميد مفقود ما شفناه دولنا عليه امتى اجى عبد الحميد؟ البارحه البارحه هو وجعفر رادوا يحررونك ويمتى اعضاء زومبي؟ البارحه هو وي جعفر اه تتذكر عبد الحميد اجوا وياك شفته اخر مره وياي بس من عضان على بعد فقدت اي شيء ما يتذكر عبد الحميد الجابر هاي الحميد جعفر بلغنا ردنا نجيبك قصرك وين بزك برا وما اشوف بس تطيب كبارك كبارك يشمرون علينا شوف جعفر شوف احنا قوياء لازم اليوم نلقى عبد الحميد ولازم نجيبه ويانا نرجع لازم نروح نجيبه لا خاف قاتليني لا ما كبارك بولي خلصت الابره آه؟ لا بعد عندي الابره إيه؟ لا بعد لازم نلقى عبد الحميد لازم إيه ناخذ الابره وهذا الزومبي نحاول نخطفه الحراره ايش قلت لك مو ما يتحرر آه. الابره يمكن خلصت بقى بس شويه وضامها ايش بيك محسن يعرف محسن ما يخلينا نقلب زومبو ما يستفاد من عندنا تدري انا بزان شويه وقمت وانت بزاك شويه وخلى شويه من عندها لعبد الحميد انا اتذكر اخي ايش مره جبت لك ابره كامله وين راحت؟ انت جبناها انا وياك هي غير اخذها محسن بس انا جبتها من خذاها محسن اه بقى عنده قسم من عندها يبز بيها بقاع يبز بيها بقاع بقى عنده قسم من عندها جبت من عندها ايه ايه بقى عند محسن لا مو بس عند محسن اه ضامها هسه شني نقتل محسن وجابر جابر بيجني ونشوف عبد الحميد وين؟ محسن لازم هسه يدلينا بقى عبد الحميد تمام ايه يلا مشي دير بالك نعناعه وين رايح انت تعال جاي يحكي عليكم تدرون بيه لو لا قول وين الزلم عفو 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 هسه راوي محسن عفو عفو تذكر من قلت لك طلعه طبوله كثير من ماكو هاي برا طلعته ولك جيب لنا عبد جيب المافيا يا ابو ايه يا ولد هذا جابر هذا كتلو يا ولد جابر هذا جابر يا جابر هذا تعال كتل جابر جا ما طلعت عبيد الابره جابر ومحسن ما خليكم تنامون والله الابره عند محسن انت شايف دون عبيد ها جيب لنا عبيد العبيد ايه هادي عبيد روح هو طلع روح طيب والله ما اروح منها لا ما اجيب عبيد يلا الله يلا جيب عبيد وين شمرتها انا ما يخالف يلا
وقت يلا. لا ما بعد بس ما تجيبه. جيب عبد لولا. اذا مو انا ما حد يطلع. ارجعون ارجعون يلا يلا دين وين الابره وين دبار خلص بينها بقاع وين هو هاي هاي خلصت جيبها جيبها خلصت خلصت جعفر تعال لك جعفر دباها بالقاع كلها خلص هاي لا تخاف عندنا المواد هاي جيبها منين جبتها مختبر يا مختبر ليش زين هسا نجيب مثلها انا عندي نص من العلاج نقدر نجيب منها بس عبد وين نلقاه مفقود عبد ما يقدر هسه بنرجع نكمل لك المواد اللي عندنا بالنص خاف بالش اسمه بالمشروع حالي ضل عنده 5 سي سي مشينا بالمشروع هي كم سي سي شنو اروح؟ انت المفروض تكفون الزوم وتفطفوني هذاك بس وين الخطفه؟ فرس اعطوك الخطفه هاي اشكال بيدي اشكال بيدي حفرها من القاع طبعا هاي اشكال بيدي شلون انا فش بيدي؟ يعطيك حلاوي خلي والي شنو يفطفوني؟ شنو هاي؟ جبالك شوف شوف حسين طقني السلام عليكم كضافي ايش رايك هاي العصا قوم 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 هي مو ما تعب قوم تعبنا تعبان تعبان ولد جاكم جاكم يا ولد عبد جفر قوم بارك بارك ارجع المصور والله ما تخوف شل انت لو بطل مو شايل عينا عصا واحنا بدينا شكل جاوب منك هذا ذبها ذبي العصا واحده واحده ذبي العصا اذا انت زين شنوك علاوي ها وين قوتك علاوي تقدر علاوي
وينك الجبل ينهز؟ وينك الجبل ينهز؟ هلا تسوقنا علاوي جابر علاوي علاوي خلنا نخطف الجباك الواحد اليوم بالزلمة جابر انت زلمة مو بالعصا انت زلمة ذب العصا يلا زلمة بيدي نقدر ننقذ عصتك بس المرة بحديدة ترى ذب العصا خلي ببالك هاي هو جني شو سوري جني هو مجبوس جابر ما خلي ذب العصا تعال واجيني الزلمه بيده انا هاي الزلمه جايه ذب العصا تعال يا الله خلي ذبها ما حد جاي عشان تشيلها علاوي خسرت علاوي افتر منك تعال هيك ما في اي مخرج من هنا وين تروح خلي ذب العصا هذا هو الزلمه بطل يا بطل طقه عافية جعفر ذب العصا اذا انت زلمة دير بالك يا ولد تعال انطب بالك بالك تعال 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 شيل شيل تعال دير بالك فلش راسي احسنت الجن مات احسنت جعفر جعفر قوم يلا بالك جعفر انتهى طقوه ما انقش يعني بيصير راح يجي ارجع تعال ارجع احسن لك رجع شوف جعفر تعال يا باي جاك جعفر جعفر هناك هاي روح علاوة اوف اوف روح من ولد عقبه اوفر 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 دير بالكم لا حد يجي اخ يلا تعوقت بظهرك علاوي عم نشوف الصاروخ علاوي ونرجع لهن ليش صار علاوي هلك شيء بالونه يلا جيبوا لنا جعفر ومشونا يلا جيبوا بسرعه قوموا قدام تعال شوف قدام شوف
يا الله تعوا يومو قومو هذا واجه حفاقه مشواني جعفر 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 بابا معود بابا جعفر بابا تعال انا راح الهيهم قلت لك تعالوا تعالوا تعال انا راح الهيهم وانت شو تسوون تشيلون جعفر يلا هلا هلا دير بالك هلا 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 هذا مجرم هذا مو جابر هذا الجن تبي هاي الجن اللي بداخله تعالوا احسنت الجن مارك احسنت 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 وين احنا المدرسه هلا هلا مال عركه هيك بليدين ما تفيدوا وياهم تعال دب العصا دبها دبها ما دبها هلا دبها بابا تعال تعال مختدى تلهول لي تشيلون جعفر وتاخذونه للتكتك لا ما نقدر وانت هاي سمك لا ما تقدر تشيله انا راح اطبن على محسن شو صار بيك ما عليك راح احنا ما عودنا نحررك عم هل قاعدينهم بالزياره ترى هلا وش اسمك صار بيك ما عودنا الرجعه تبعوا علي راح الهيكم محسن وجابر راح الهيكم محسن وجابر راحوا قول يا الله يا ولد قول يا الله انا بس يجون اطقه بس يجي جو ساعه ساعه اخذت تكركب اركب عمرك فتاه لا جاي له يبيهم بسرعه روحوا منا اخذوه ان شاء الله اخذوه ساعه ماكو جني خاف تعال